بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. تحياتي، شحال ما درت لكم فيديوهات بحال هادو، ولكن ان شاء الله غادي نحاول غندير لكم فيديوهات ونحط لكم اخبار خصوصا اللي كتخص الجاليه. ولكن هالفيديو هذا بغيت نديره يعني اليوم الصباح ان شاء الله. كنت غادي نقضي واحد الشغل وثار الانتباه ديالي لواحد المساله، وراه غادي نحط لكم الفيديو تشوفوه. الفيديو اللي كنتكلم عليه هو انه ديال المظاهرات، وخصوصا المظاهرات اللي في المغرب. كنشوف بان يعني المغرب ما كيقوموا بشي مظاهرات كيكون فيها صداع وفيها يعني تهرس، ويعني سواء كانوا فرحانين ولا كانوا معصبين ضروري ما يهرسوا ويخربوا ويقوموا بمضاربه، يعني بواحد الطرق اللي يعني مظاهرات كيضربوا بالحق ديالهم، في الاخر كيوليو في صداع اخر ودخل الشرطه ودخل هذه، وما كيعجبهمش الحال. النقطه اللي بغيت نشير ليها هو انه علاش حتى لو كانوا فرحانين كينوضوا بمشاكل بالصداع وهذه. مثلا كان ماتش ديال الكره وربحوا هذه كينوضوا كيهرسوا كهادي، او لا خسروا وكذلك كينوضوا كيهرسوا هذه. والمظاهرات يعني سواء لا كانت المظاهره ديال الاطباء كيتدخل يعني كلشي، يعني حتى اللي ما عندوش العلاقه كيتدخل في المظاهرات، او لا كانت المظاهره ديال الشرطه او ديال الاساسيين وهذه كاين الصداع وهذه. يعني وحتى كاين بعض الناس كيمشيو للمظاهرات وما كيعرفوش يعني علاش هذه المظاهره وشنو الاسباب ديالها وشنو علاش المطالب دايرين المظاهره، باش شنو هي المطالب ديالهم. مجرد انه كيغوت وكيقول والملك والشعب والشعب ديالك مقهور ومحقور وهذه. لهذا انا بغيت نتكلم على هذه النقطه هذه، وحيتاش كنشوف العديد من الفيديوهات المنشورات سواء على الفيسبوك ولا على اليوتيوب ولا هذه، يعني كيقولوا هو الملك وهذه وهذه. لان الناس صراحه ماشي انني كنقلل منهم ولا هذه، ولكن هذا هو الواقع، انهم الناس يعني كيقوموا بمظاهرات وما عارفينش علاش. يعني ما دمتي نتايا في 2011 درت مظاهرات ضد الملكيه وقلت باغي تغيروا في الدستور وبزاف ديال الحوايج، وغيرتوا الدستور وسيني وانتخبتوا عليه ودرتوا حكومه، يعني الملك راه كان واضح، يعني راه كان واضح الملك معكم باش انه ما يبقاش عنده سلطه او لا تدخل الا في استثناءات، انه يقدر يغير رئيس الحكومه ولا يقدر يغير وزراء ولا هذا، ماشي انه غيبقى يتدخل اي حاجه وتبقاو تعيطوا الملك. فعلا حنا كنفتخروا بملكنا وكنفتخروا ببلادنا والوطن ديالنا، ودائما الله الوطن الملك. لهذا انا بغيت نوريكم واحد النموذج بسيط اللي ثار الانتباه ديالي وصورت الفيديو وبغيت نحطه لكم باش تشوفوه. ونتمنى يعني نكون في كلامي نكون واضح وخفيف على قلوبكم. لهذا بغيت نحطكم هذا المنشور هذا او هذا الفيديو هذا باش انه يكون يعني واحد توضيح كيفاش خصها تكون المظاهرات، وكيفاش الانسان الا بغى طالب بالحقوق ديالو كيفاش انه خصو يتعامل، وكيفاش انه يعني يطالب بالحقوق ديالو كما قلت لكم. لهذا غادي تشوفوا هذه المظاهره ديال الشرطه في مدينه مودينا في ايطاليا، يعني في شمال ايطاليا مدينه مودينا. شوفوا هذه الطريقه ديال انهم كيفاش يعني دايرين المظاهرة، والمسؤول ديالهم او لا الشخص اللي مكلف بالملف ديالهم راه لداخل كيستاشر وكيوصلهم المطالب ديالهم كلها. والمطالب ديالهم هي انهم كيطلبوا بزيادة العمال، يعني الناس يزيدوهم الناس يعاونوهم في العمل لانهم عندهم نقص ولاقيين صعوبات. لهذا انا هذا الفيديو هذا بغيت نوضح لكم فقط يعني المظاهرات هنا ديال هاد الشرطه هذه شنو كان السبب ديالها وشنو المطلوب منها، وكيفاش انهم منظمين وواقفين مؤدبين. حنا صراحه اللي كان سواء شرطه او
واساتذه او اطباء او هذه محامين او لا اللي كيطلبوا الحقوق ديالهم، كتلقى الشعب كامل خرج هو ما عارفش بانه اشنو المطالب وشنو هي الحقوق. وزيد زياده على ذلك كيدمروا من ممتلكات ديال الشعب، يعني الناس اللي حاطين طوموبيلاتهم كيتهرسوا، او لا محلات تجاريه كيتهرسوا، او لا عادات كثير بلا ما نوضح لكم. اذا دخلتوا اليوتيوب غادي تلقاو هذه الاشياء هذه، تبعوا الفيديو حتى الاخر وشوفوا هاد المنشور هذا او هاد المقتطفات من هاد الفيديو هذا اللي ديال المظاهرات ديال الشرطه في مدينه مودينا ايطاليا. القاكم فيديو اخر في امان الله. Gracias.